أهلا بكم، حلقة وعلى غير العادة في موعد مختلف، لكن علشان عندنا خبر عاجل ومهم. 2 من الكويكبات هيقربوا جدا من كوكبنا الأرض خلال اليومين اللي جايين، واحد النهاردة الخميس 27 والتاني السبت 29 يونيو 2024. الكويكب التاني مفاجأة فعلا، لأنه تم اكتشافه فجأة على غير العادة من أسبوع واحد بس. تخيل أنك تكتشف كويكب من أسبوع واحد ويكون قريب جدا من الأرض لدرجة أنه أقرب لينا من القمر، حاجة كده وكأنك بتشوف الأفلام الأمريكاني بتاعت اصطدام الكويكبات. اخبط اللايك الجميل وتابع معايا حلقة مهمة من عاجل إنفوسفير. الكويكب الأول بقى هو كويكب بيوصفوه العلماء باسم قاتل الكواكب، بلانيت كيلر. هيقترب من كوكب الأرض النهاردة الخميس بسرعة 93,000 كيلومتر في الساعة، أسرع بحوالي 27 مرة من سرعة الصوت. كويكب بحجم جبل بيعد هو الأول من نوعه والأكبر اللي بيقترب من كوكبنا الأرض من 100 سنة فاتت. الكويكب 2011 UL21 بعرض ما بين 1.7 إلى 3.9 كيلومتر، وبكده بيعتبر أكبر من 99% من الكويكبات المرصودة القريبة من كوكبنا. كويكب أصغر 10 مرات من الكويكب فريد فورد، أحد أكبر الكويكبات اللي ضربت الأرض في الماضي، وأصغر 5 مرات من الكويكب الشهير بتاع الديناصورات اللي ضرب الأرض قبل 66 مليون سنة. في 27 يونيو 2011 اقترب من الأرض مسافة 6.6 مليون كيلومتر، أبعد 17 مرة بعد القمر عننا. على الرغم من ان الصخرة الفضائية دي مش بتشكل خطر على كوكبنا سواء حاليا او في المستقبل القريب، ده بحسب معلوماتنا عنها لغاية دلوقتي، الا انها واحدة من الكويكبات العشرة الاقرب للارض على المسافة 7.5 مليون كيلومتر. ممكن تشوف بعد ساعات قليلة بس مباشر للحدث ان شاء الله تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، 4 عصرا بتوقيت امريكا، وهتلاقي رابط البث المباشر للرصد في صندوق الوصف. هيتم الرصد من خلال مراصد كتيرة، منهم مرصد بلاتريكس الفلكي في تشيكانو بإيطاليا. كمان ما تقلقش يا سيدي لو فاتك البث ومعك فرح، هتقدر تتابع رصيد السماء يومي الجمعة والسبت 28 و29 يونيو، اللي هيراقبوا الكويكب اللي هيكون لمعانه وسطوعه مقارب لسطوع نجم القنطور الأقرب بروكسيما سنتوري. مش هيقرب الكويكب من الأرض مرة تانية إلا في سنة 2089، بس هيكون أقرب جدا من دلوقتي بمسافة تقدر بحوالي 2.7 مليون كيلومتر، أقرب 2.5 مرات من الاقتراب الحالي. الكويكب الثاني المفاجأة باسم MK2024، حجمه ما بين 120 متر ل 260 متر، تم اكتشافه في 16 يونيو الجاري 2024، يعني لسه طازة الاكتشاف، وغريب ومفاجئ. ما تقولش انه صغير، لا، كويكب بالحجم ده وقريب جدا مننا اقرب 100 مرة من الكويكب الاولاني على مسافة 290,000 كيلومتر بس مننا، يعني تقريبا 3/4 المسافة بيننا وبين القمر. طبعا ما فيش خطر حاليا من الكويكب ده، لكن كويكب بالحجم ده وقرب مننا المسافة دي، والاغرب انه تم اكتشافه قبلها باسبوع، فده بيخلي العلماء قلقانين وعندهم اصرار كبير انهم يحسنوا من قياساتنا وارصادنا للكويكبات الخطره القريبه من الارض واللي ممكن نكتشفها فجاه كده وبدون سابق انذار. كان الكويكب من يومين فاتوا وانا بتابع اخباره كان في اتجاه كوكبه قنطورس على مسافه 6 مليون كيلومتر من الارض، وبيستغرق الضوء واشارات الراديو من المسافه دي تقريبا 20 ثانيه لغايه ما يوصل لنا. من المتوقع ان يكون ليه مرور تاني بكوكب الارض في سنة 2116 مع احتمالية تهديد تكاد تكون منعدمة. هيمر الكويكب 2024 MK بالقرب من الارض يوم السبت اللي جاي 29 يونيو في حوالي الساعة 13:45 بالتوقيت العالمي، تقريبا الساعة 3:15 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة المحروسة. سبحان الله، الكويكبين دول بيزورونا قبل يوم الكويكبات اللي خصصته الأمم المتحدة يوم الأحد القادم 30 يونيو كيوم عالمي للكويكبات. طبعا هتسأل اشمعنا اليوم ده؟ مش هقولك زي الجماعة اللي بيهروا على السوشيال ميديا ويقولوا في الفيديوهات بتاعتهم المليونية انه بسبب حدث انقراض الديناصورات. تخيلوا هم قالوا كده فعلا.
لكن هو بخصوص ذكرى أكبر ضربة من كويكب تم رصدها في التاريخ الحديث المسجل، الانفجار الجوي الضخم اللي حصل في سنة 1908 فوق منطقة تونغوسكا في سيبيريا المهجورة بروسيا، واللي أدى إلى حرق حوالي 80 مليون شجرة. لو حابين نعمل حلقة مفصلة عن الحدث ده اكتبوا لنا في التعليقات. طبعا وعلى ضوء حديثنا عن الكويكبات القريبة من الأرض، حابب أذكركم بقرب إطلاق مهمة هيرا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في نهاية السنة دي 2024، وهي جزء من أول اختبار في العالم لانحراف الكويكب اللي عملته ناسا السنة اللي فاتت واللي اتكلمنا عنه تقريبا في فيديو سابق. طبعا المركبة هيرا هتعمل مسح تفصيلي خاص بأحداث ما بعد الاصطدام للكويكب ديمورفوس بعد تأثير مهمة دارت التابعة لناسا اللي اتكلمنا عنها في سبتمبر 2022، واللي هتساعد في تقييم تجربة حرف مسار كويكب عن مداره لو كان هيتقاطع مع مدار الأرض ويضربها في المستقبل. ايه اخطر كويكب ممكن يهدد الارض ويسبب اي مشكلة كبيرة عليها؟ من 66 مليون سنة ضرب الارض كويكب بحجم مدينة، اطلق اصطدامه بالارض طاقة تعادل 27 تريليون طن من مادة TNT، عمل حفرة عرضها 180 كيلومتر، وادى لانقراض 3 ارباع انواع الديناصورات في الوقت ده على حسب ما بيعتقد العلماء. تعالوا نشوف كده اخطر 5 كويكبات في العصر الحاضر اللي بيراقبها العلماء لانها قريبة جدا من الارض وكبيرة بما يكفي علشان تسبب حدث زي حدث كويكب الديناصورات تشيكيكسلوب. الكويكب بينو اللي اسمه هيظهر قدامك دلوقتي تم اكتشافه في سبتمبر 1999 وحجمه نص كيلو تقريبا. بيعتقد ان اقرب اقتراب ليه للارض هيكون في 24 سبتمبر سنة 2182. لو اصطدم بالارض هيعمل انفجار بقوة 1.6 من 10 مليار طن من مادة TNT، وبالتالي هيسبب دمار في منطقة معينة، مش هيكون مدمر لكوكب الارض كله، الا ان ده لو حصل فهيكون كارثة مدمرة على منطقة محددة من كوكبنا. طبعا احتمالية اصطدامه بالارض ضعيفة، تقريبا باحتمال بيمثل 37% او احتمال واحد يحصل من 2700 احتمال، الا انه يظل اخطر كويكب ممكن يهدد كوكبنا الارض. في سبتمبر اللي فات 2023 رجعت مركبة ناسا اوزوريس ريكس بعينات ثمينة مشهورة جدا في وسائل الاعلام كلنا تابعنا اخبارها للكويكب بينو الغني بالكربون. بتشير النتائج الاولية الى ان بينو بيحتوي على العناصر الاساسية للحياة ومن ضمنها الحمض الاميني البسيط جلاسين، بالاضافة الى العديد من المعادن الحاملة للمياه. الكويكب ده تاني اخطر كويكب، حجمه 1.5 كيلومتر، يعني حجمه كبير شوي. اقرب اقتراب ليه للارض هيكون في 16 مارس 2880، وفرصة اصطدامه بالارض بتمثل بنسبة 29 في 10,000% او احتمال واحد يحصل من ضمن 34500 احتمال ما يحصلش. كويكب بيحتوي على نسبة عالية جدا من الحديد والنيكل، لو اصطدم بالارض هيسبب كارثة ضخمة تفني البشرية بطاقة تعادل 75 مليار طن من مادة TNT. فهذا الكويكب خطره عالمي وليس إقليمي أو محلي. الكويكب 2023 TL4 تم اكتشافه السنة اللي فاتت 2023 بحجم 3 كيلومتر تقريبا، هيحصل أقرب اقتراب ليه لكوكب الأرض في 10 أكتوبر سنة 2119 باحتمالية ضعيفة جدا، 1 لكل 181,000 احتمال. لو اخطأ وضرب الارض هيصدر طاقة تعادل 7.5 مليار طن. الكويكب 2007 FT3 اللي تم اكتشافه في سنة 2007 وبعدين تم فقد الرصد ليه علشان يسموه الكويكب المفقود قبل ما يظهر تاني من سنين قليلة، وحيزور الارض السنة دي 2024 بالتحديد في 5 اكتوبر القادم ان شاء الله. كويكب بحجم 3 كيلومتر زي الكويكب السابق، واقرب مسافة هيقرب منها لكوكبنا هتكون في 3 مارس 2030 باحتمالية اصطدام بالارض ضعيفة جدا، 1 لكل 10 مليون احتمال. لو ضرب الارض هيصدر طاقة تعادل 2.5 مليار طن من مادة TNT،
وهيسبب كارثة في منطقة صغيرة من الكوكب. من أشهر الكويكبات اللي بيعتقد أنها خطرة على كوكبنا هو الكويكب أبوفيس، عدو إله الشمس راع عند المصريين القدماء باسمه العلمي اللي هيظهر قدامك دلوقتي، أبوفيس 3942. تم اكتشافه في سنة 2004 واعتبر خطر ماحق بيهدد الأرض، لغاية ما المركبة المدارية الرادارية قدرت تحدد مداره بشكل مؤكد ومفصل ويصبح أقل خطورة. هيزور الأرض في أقرب نقطة لينا في سنة 2029 على مسافة 32,000 كيلومتر بس. تخيل صديق العزيز الشغوف بالعلم المحب للمعرفة إن هيكون أقرب لينا من بعض الأقمار الصناعية اللي أطلقناها. علشان كده كتير من اليوتيوبرز بينسجوا عليه روايات وحكايات دمار البشرية لاقترابه الكبير من الأرض، حجمه 3 كيلومتر ومش هيشكل أي خطر محتمل على كوكبنا خلال 100 سنة اللي جاية على الأقل. طبعا لو حابين اننا نعمل حلقة مفصلة حوالين مقياس تورينو الخاص بالكويكبات اللي بيشبه مقياس الزلازل من 0 إلى 10 ومقاييس تانية مهمة، اكتبوا لنا في التعليقات نعمل عليه حلقة مفصلة. طبعا لو حابب ترصد بتلسكوب صغير الكويكبات اللي هتمر النهاردة لحد يوم الاحد اللي جاي، او حتى تتابع ده لان رصدهم صعب بتلسكوب صغير الا للمحترفين في ده، طبعا هسيب لك لينك ان شاء الله بيوضح طرق رصد ومقاييس مهمة للكوكبين دول خلال الساعات القليلة القادمة. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة من عاجل انفوسفير. ادعمنا بالضغط على زر الاعجاب اللي بيخلينا مستمرين، واشترك في القناة وتابع كل جديد في علوم الفضاء والفلك، وعلى وعد بلقاء جديد من انفوسفير غلاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم. Thank you.